أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية، ويمكن هي الظاهرة مين منا ما مرق فيها، مين منا ما وصل له يمكن إيميل عبر بريده الإلكتروني إنك فزت بهي المسابقة، ربحت هيدا المبلغ المالي، أو نحن عم نخاطبك ملايين دولارات. مليون دولار، أو نحن عم نخاطبك بسبب عمل ما أو مشروع ما. كتير يمكن منا مرق بهي الحالة. اليوم كيف فينا فعلا نحمي بريدنا الإلكتروني؟ شو هو القصص والتفاصيل اللي ممكن يخترقها الهكر؟ خلونا نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الدكتور طارق الصاطي، اختصاصي معلوماتية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا يسعد فيك. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخيرات. كيفك؟ منيح؟ تمام. أهلا وسهلا فيك. يعني دائما وقت بنحكي هكر كتير منروح على السوشيال ميديا على حماية الأكاونت تبعنا، ولكن أيضا الإيميلات هي فيها هكر، والاستخدام الأكثر للشركات بالإيميلات ممكن تأثر وينسحب داتا كاملة وشغل سنين لعالم ولا شركات. خلينا نحكي بالبداية كيف فينا نحن نحمي أي شيء بخص أكاونت، إن كان أو إن كان إيميل. هل صحيح بالرموز المتعددة والأرقام والأحرف بدمجة مع بعضها؟ هلأ حقيقة أنا اللي حابب أحكي فيه هيك بشكل علمي يعني مبسط. أوكي. علم الاختراق أو علم اللي بنسميه الهندسة الاجتماعية هو العلم اللي بيحاول يجمع معلومات بنسميه عن الضحية، يعني بيكون هو عنده مجموعة من الأشخاص، ممكن يكونوا من المشاهير، ممكن يكونوا من الأشخاص اللي عندهم مال أو سلطة أو ممكن يكون حتى صديق أو ممكن يكون قريب. فهو بيحاول أنه يجمع معلومات عنه، يحاول يتلاعب فيه نفسياً لحتى يوصل لأنه يجمع هاي المعلومات اللي من خلالها بيحسن يعمل هاكينج عليه. هلأ إذا نحن مثلاً كلمة السر مثل ما تفضلتي أنه نحن إذا حطيناها مثلاً دمجنا أرقام وأحرف، أوكي هي بتقوي، يعني إذا كانت كلمات السر قوية هي بتقوي الحساب أنه ما يكون في اختراق من برامج، هي البرامج بتجرب تولد كلمات سر. بس نحن النقطة الأخطر أو النقطة الأهم أن الأشخاص اللي قادرين يجمعوا معلومات عنا ويستغلوها لحتى يعملوا اختراق لحساباتنا بالفيسبوك، أو ممكن يكونوا هدفهم ابتزاز للأشخاص، وهي كتير عم تنتشر يعني على الفيسبوك. فبالهندسة الاجتماعية أول شيء بيحددوا مين هن الضحايا أو مين هن الأشخاص اللي هن بدهم مثلا يهكروا لهم حسابهم أو بدهم يبتزوهم أو يعني بدهم شيء من هذا الشخص. أوكي. من خلال جمع المعلومات هن قادرين أنهم يتلعبوا فيه نفسيا بحيث أنه يحسنوا يوصلوا للمعلومات اللي هن بدهم إياها، إن كان هدفها اختراق حساب أو وظيفة. فبالتالي أول شيء بيحددوا مين هن الضحية، بيجمعوا معلومات عنهم. ممكن أنا مثلا زميلي بالشغل متزاول منه، بدي شوه سمعته، أو فممكن بلش بقى أجمع معلومات عنه، وين ساكن، رقم الهاتف، شو اسم زوجته، شو اسم مثلا قرايبينه. هاي المعلومات ممكن تستفيد في برمجيات خاصة بتحط هالمعلومات، ممكن تولد كلمات سر. مثلا هاي الكلمات ممكن يعني مثلا أنا بدي أحط كلمة سر، بحط اسمي بعدين رقم التليفون على سبيل المثال. فبالهندسة الاجتماعية بتصير هالبرامج بتولد كلمات سر وبيجربوا انهم يخترقوا الحسابات. هي طبعا يعني وحده بتفرض له اسم الاقرب كلمات سر تماما، يعني مثلا اسم اخواتي، اسم قرايبيني، اسم ابي، اسم ابني، اسم بنتي، مواليد لكل شخص من هذول الاشخاص. ببلش البرنامج بقى يولد كلمات سر مو بشكل عشوائي، بيولد كلمات سر مثلا من خلال هاي المعلومات، ممكن من خلالها بقى يعمل اختراق للحسابات. كمان هيك بتلاقوا كل يعني اغلب اليوم المواقع والتطبيقات بتقلك معك 3 محاولات، بعد 3 محاولات بتفشل، او يعني مثلا في شيء اسمه ام نوت روبوت، يعني انه في بوتس على الانترنت بيبلشوا بقى يولدوا كلمات سر ويحاولوا انه يخترقوا سيرفرات، يخترقوا حسابات. فبالتالي اغلب الصفحات اليوم او اغلب المواقع، اغلب التطبيقات صارت عندها هالميزه انه ما يكون في برمجيات هي تحاول تولد كلمات السر. فالقصد انه من خلال جمع المعلومات حول الشخص اللي هن بدهم يهكروه او هو الضحيه، ببلشوا يحددوا شو الطريقه الانسب او الاسلوب الانسب لحتى يوصلوا لهذا الشخص، كرمال انهم يوصلوا للشيء اللي بدهم اياه. بعدين بيتم الهجوم وبيحاولوا انهم ما يتركوا اثر
وراء الهجوم. طبعا اساليب الاساليب المتبعه بالهندسه الاجتماعيه والاختراق اساليب هي عديده. هذا اللي بسالك عنه، يعني انواع واساليب اذا فينا نسميها الهندسه الاجتماعيه عديده، فخلينا نحكي عنها بالتفصيل اكثر، لانه حتى قد ما حكينا نوعا ما عن الحمايه وعدم الاختراق، دائما في تطور تكنولوجي، يعني دائما هي الاساليب والحمايه اذا فينا نقول، وهي الاساليب فينا نعمل حمايه لحتى ما تخترقنا، في شيء جديد دائما ابديت بشكل مستمر. تمام. هلا يعني يمكن واحدة من النقاط الخطيره هي انتحال الشخصيه. يعني ممكن حدا يمثل سلطه، مدير مثلا، او ينتحل شخصيه مدير، او ينتحل شخصيه جهه امنيه، وبيحاول يخاطب الشخص خلينا نسميه الضحيه بطريقه يحسن يسيطر على عقله. يعني مثلا انا فلان فلاني، هي واحدة من اساليب الهندسه الاجتماعيه. انا بعرف انه هذا الشخص ممكن بيخاف، يعني انا اذا اتصلت فيه انا قلت له انا من جهه امنيه، يحكي لي كل شيء، كلمات السر، يحكي لي كل شيء مثلا، يعني انا على سبيل المثال. او ممكن انا مدير بمؤسسه معينه، او مدير بجهه معينه، فهي انتحال الشخصيه بهدف الهجوم على الضحيه وياخذ منه المعلومات اللي هو بحاجتها. هاي المعلومات ممكن تكون اختراق لفيسبوك، او ممكن تكون لاشياء اكثر من انه بس اختراق صفحات او حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا واحده من الاساليب مثلا اللي كثير متبعه، وخاصه هي يعني ممكن تكون الاشخاص اللي قراب منا، هي شيء بسموه سرقه النظر. يعني مثلا انا وزميلي بنفس المؤسسه، اوكي، حتى ممكن يكون طالع قدام حدا بالباص او شخص معين، فانه فيني اطلع على موبايله. طبعا هي سرقه النظر، كيف فينا نستفيدها؟ وهي واحدة من النقاط اللي بدنا نحكيها عن طريقه التهكير، او الهاكرز شلون بيهكروا مثلا حسابات الفيسبوك. فيسبوك واحدة من السيئات فيها، واللي هي ميزات، انه نسيت كلمه السر. ففرضا انا بعرف رقم تليفونك وقاعد ناحك، هلا بتليفونك جوالك مثلا حاططيه هون وقاعد ناحك، ففيني احط نسيت كلمه السر، بحط رقم موبايلك، تقوم تصلك رساله بالكود تبعك، بتطلع هيك باخذ الكود، بكون انا اخذت لك حسابك. طبعا بس بدي اذكر المشاهدين انه نحن عم نحكي عن هي الوسائل، مو لا يستخدموها لحتى ينتبهوا لحتى ينتبهوا انه ما هن يكونوا ضحيه. يعني اذا وصلك كود مثلا على موبايلك فيسبوك، فاعتبر انه في حدا ناحك عم يحاول انه يخترق لك حسابك. بس انه اذا اخذوا الكود وهن فتحوا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الانستغرام، بس هو ما صار عندهم كلمه السر. هلا يعني انا اذا عملت انا مثلا ممكن ساين اوت من كل، ممكن فوت بث مثلا على صفحته خلال هالفتره الاختراق، اوكي، ممكن بث مثلا هي اذيه، مو انه يعني هلا ممكن حط صور بشعة أوكي. على حساب، ممكن حط معلومات كاذبة. هو في كتير أشخاص بيقول لك اخترق حساب لمدة ساعة ورجعت رجعته، هو بيكون شو انتبه للموضوع ورجع عمل نسيت كلمة السر ومشي بالبروسيس. بس هون في أشياء مثلا خطيرة، أنه ممكن المخترق يبعت أنه أنا هذا الحساب لإلي. يعني اليوم في مثلا حدا بيزور هوية، تزوير هوية، ممكن حتى يكون من خلال المعلومات اللي جمعها عنك، الاسم، اسم الاب، التولد، وهي المعلومات هي يفترض تكون خاصه، ما حدا يعرف فيها الا الاشخاص اللي هن لازم يعرفوا فيها. فبالتالي ممكن يزور عن طريق مثلا برامج احترافيه، يزور الهويه، يزور معلومات الهويه، وبيبعث لفيسبوك انه هذا الحساب ملكي، بغير رقم تليفون، بغير كل شيء، وبيسحب الحساب بشكل نهائي. فمثلا من الاشياء اللي نحن بننصح فيها الناس، دائما بتطلع على الحساب في قدامه اشاره زرقاء. هي الاشاره الزرقاء بتعني انه هذا الحساب هو ايدنتيفايد، يعني معرف، يعني الشخص بعث لنا صوره هويه. فممكن انتم يعني اي حدا كرمال ما يوعى بهذا المقلب او هذا الاختراق، تحت هذا الاختراق، لانه هذا الاختراق نهائي، بياخذك صفحه وما عاد ترجع لعندك. فانت فيك تصور هويتك وتبعث لهم اياها للفيسبوك كرمال تاكيد الحساب انه هذا الحساب بخصمه. فكنا عم نحكي عن اساليب الهندسه الاجتماعيه، انه سرقه النظر هي واحده من الاساليب اللي ممكن يستفيد منها الهكر لحتى يحسن يعمل
هاكينج لحسابك. هلا ممكن الاشخاص المقربين، اي ممكن الاشخاص البعاد، يعني انا فرضا اذا جمعت اشخاص، زلمه شخص مشهور او شخص معروف، جمعت معلومات عنه وين بروح بيسهر، وين بيروح بيقضي نهاره، وحسنت اني وصل له ولو لمده دقيقتين، اذا حسن يوصل مثلا يقعد ناحه يراقب جواله، بحسن مثلا يسحب له حسابه. في كثير يعني حالات تم اختراق الحسابات بهي الطريقة، طريقة سرقة النظر. فواحدة من الأساليب المتبعة بالهندسة الاجتماعية مثلا هي سرقة النظر. التتبع ممكن مثلا في أماكن، بكل المؤسسات في أماكن غير مصرح لها للدخول إلى الأشخاص محددين. فكثير أحيانا خاصة بمجتمعنا نحن بنخجل، يعني مثلا أنا فايت على باب البناية في رقم سري، بكتب بلاقي في شخص فايت وراي، تمام، ما بسأل وين طالع أو شو عم تعمل. كمان يمكن ببعض المؤسسات الدولة أو مؤسسات، فأنه مثلا شخص بيتبع شخص لحتى ياخذ منه شيء، ياخذ منه معلومة، فممكن يفوت لمكان غير مصرح له بالدخول من خلال أنه هو يلحق شخص هو أوريدي بيعرفه أنه مصرح له بهذا الدخول. يعني مثلا هون خلينا نقول أنه في بوابة حطيت بطاقتي أنا وفتت، عم يجي شخص وراي لابس مقنط مظبط مبين إنه بيشتغل معي بنفس الشركة، فات وراي. هلا ممكن هذا يفوت ويصير يسحب معلومات غير مصرح لها. فواحدة من الأساليب الهندسة الاجتماعية هي أسلوب التتبع. من أساليب الهندسة الاجتماعية مثلا المخلفات. شو قصدي بالمخلفات؟ قصدي مثلا اليوم أنا بالمكتب كثير أحيانا تصدف إنه بكتب كلمة السر على ورقة أو حتى على اللابتوب تبعي. هلا أنا مثلا باللابتوب تبعي مجمع كل شيء كلمات سر بالمواقع، وكل شيء شغل لي على بملف معين. ممكن أقوم أشرب كاست باي، ممكن أشرب فنجان قهوة، حدا من اللي معي بالمكتب، طبعا نحن ما عم نشكك، بس يعني الواحد يفترض إنه ياخذ حذره، يقوم يشوف بسلة المهملات في شيء ورقة مثلا كان كاتب عليها كلمة سر. فرضاً على سبيل المثال ممكن يكون كاتب كلمة سر حسابه، وهون بيحسن يفوت وبيحسن حتى ياخذ كلمة سر ويبدلها إذا هو معه كلمة السر الأساسية. وعادة بتكون كلمة السر ممكن مستخدمة بأكثر من حساب، إنستغرام، فيسبوك، تويتر، نفس كلمة السر عادة العالم بتحط، فهيك اخترق كل الحسابات. فمثلاً من النصائح اللي أنه دائماً أنت أي شيء بدك تتلفه حطه بالتلافة، أو يعني حاول أنك تتلفه بطريقة معي. يعني أنا في أشياء ما بتلفها، يعني مثلا مثل هيك وراء بروح بحطها بمكان مثلا آمن، بحيث أنه ما حدا يحسن يوصل له. طبعا الأساليب متعددة بالهندسة الاجتماعية. مثل ما تفضلتي أنسنور، يعني اليوم على الإيميلات بتلاقي بيبعث لك إيميل أنه أنت ربحت مثلا جائزة. أكثر من هيك بيقول لك إنه أنت حسابك المصرفي، يعني أنا بتجيني رسالة مثلا باسم بنك أنا بتعامل معه، تمام؟ لنفترض البنك إكس، تجيكي رسالة من نفس الاسم وبيقول لك إنه أنت مثلا نحن عنا نقص بالمعلومات، يرجى تزويتنا برقم الهاتف. هلا هون وقت تجيك هيك رسالة كتير مهم، لأنه أنا فعلا ما شلون بدي أعرف إنه هي الرسالة هي هكر ولا هي الرسالة هي فعلا من البنك جايتني. بتروح شوفي على الإيميل، يعني مثلا كل موقع، كل خلينا نقول المصرف التجاري السوري له موقع على الإنترنت CBS مثلا .sy، ماني متذكر كتير الرابط. فأنت بالإيميل اللي جايكي منه اسم الإيميل، روحي شوفي إنه هو جاي من نفس الدومين ولا لا. على الغالب وقت بيجيكي هيك ايميلات بيكون جايكي مثلا من gmail.com، او حتى في الجيميل هي كثير بتتابع قصص الايميلات ومين اللي عم يعمل سبام ومين اللي عم يبعث ايميلات لحتى ياخذ معلومات من الاشخاص، فممكن يسووا على دومينات مو معروفه. فبالتالي وقت تجي هيك ايميل لحتى اتاكد انه هذا الايميل حقيقي ولا مزور، بتاكد من طريقة كتابة الاسم، بتأكد آت بعدها بيجي دومين، اسم الدومين هذا هل هو فعلا تابع للجهة اللي أنا بتعامل معها ولا لا. هلا هدول الإيميلات يعني بصراحة ما كتير بتخوف، مع أنه أنا فورا بحذفها. ما بتخوف لأنه بس في نوعين، في نوع بيخوف في نوع مو كتير بيخوف. النوع اللي ما بيخوف هو
انه هن بيبعثوا رساله بشكل راندوملي لايميلات موجوده على النت، اللي بيرجع لهم ايميل بيرد لهم ايميل، فهذا الايميل بياخذوه بحطوه ضمن قاعده البيانات وبيستخدموه بالبروموشنز بالاعلانات. فهن الهدف منهم تجميع ايميلات بيبيعوها لشركات عالميه ترمال انهم يصيروا يبعثوا اعلانات على هي على هذا الايميل. هذا النوع الحميد يعني اللي ما بيخوف، بس في انواع بتبعث لك رابط بيقول لك انه مثلا نحن البنك لازم تفوتي على هذا الرابط لحتى ناخذ منك معلوماتك، هي المعلومات نحن ناقصتنا. هلا انت مجرد انك فتي على الرابط فممكن يحولك على صفحه فعلا يسحب منك معلومات اكثر من انه بس الايميل، او ممكن بطريقه او باخرى يسحب ملفات الكوكيز من عندك من الجهاز، وهي شغله كثير خطيره، او ممكن يعمل شيء على موقعك. حتى احيانا في منهم بينزل لك سوفت وير انه نزل هذا السوفت وير، هذا السوفت وير بيكون بقلبه باك دور، بيكون بقلبه بنسميه باك دور او بوابه خلفيه من خلالها بحسن يفوت على جهازك يسحب كل شيء معلومات، يستخدم الكاميرا، يستخدم كل شيء. هذا الاخطر، يعني هذا الاخطر على الاطلاق، انه الرابط اللي انت تضغطي عليه ينزل لك برنامج على جهازك. فانت اول مثلا الشخص اول ما بشوف في روابط بايميلات غير معروفه ففورا لا يتعامل معه ويحذفها، لانه هذا بيكون النوع كثير خطير. فكمان هذا واحد من الاساليب المستخدمه بالهندسه الاجتماعيه. نعم، نحن وصلنا لنهاية لقائنا مع حضرتك، أكيد نتمنى لك إن شاء الله يا ربك أوقات حلوة وبقية نهار حلو. شكرا كثير. خليلي ياكم يا رب. شكرا كثير. شكرا كثير لكم.